للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة التخطيط السيد عبد الزهر الهنداوي، والباحث في الإدارة الاستراتيجية السيد محمود النجار ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل. نرحب بكما ضيوف الحصاد في هذا الملف، ونبدأ معك سيد عبد الزهر. يعني مع نسب الفقر المعلنة، هل هناك مساعي حكومية، خطط، سياسات لمعالجة هذا الملف ودعم الشرائح الهشة أيضا في المجتمع؟ شكرا جزيلا، مساء الخير حلا، مساء الخير سعد، مساء الخير لمشاهدي التغيير وين ما يكونون. شكرا جزيلا. صراحة فقط قبل الإجابة على السؤال وددت التعليق على بعض ما جاء في التقرير اللي عرض قبل لحظات فيما يتعلق بالأرقام التي ذكرت، 8000 مدرسة و3 ملايين وحدة سكنية. نعم هذا صحيح، ولكن هذا ليس سنويا، ورد في التقرير أنها سنوية. لا، هذا حاجة العراق الكلية، يعني المتراكمة، الحاجة الفعلية الموجودة هي 8000 مدرسة أو أقل من هذا الرقم تقريبا بقليل، وأيضا 3 ملايين من مليونين ونصف 3 ملايين وحدة سكنية حاجة العراق الموجودة وليس الحاجة السنوية. يعني نعم، شكرا للتوضيح الموجودة فعلا. نعم، فيما يتعلق بالجهود والسياسات، بالتأكيد نحن دائما نتحدث عن وجود خطة، سواء كان خطة للتنمية الخمسية أو خطة خاصة لمكافحة الفقر في البلاد، وهنا أتحدث عن عمل وزارة التخطيط. الآن نستعد لإطلاق الاستراتيجية الثالثة، استراتيجية خفض الفقر في العراق الثالثة، حيث تنتهي الثانية بنهاية هذه السنة 22، لتتبعها الثالثة من 23 إلى 2027. وطبعا بين هذا وذاك أطلقت الوزارة قبل يعني نصف سنة من الآن، تقريبا في النصف الثاني من السنة الماضية، أطلقنا خطة التعافي من تداعيات كوفيد 19. هذه الخطة قصيرة المدى بسنتين، من 21 إلى 23، هي حقيقة مكملة لخطة التنمية الخمسية، وتستهدف يعني دعم الواقع العراقي من خلال ثلاث محاور، وتركز بالدرجة الأساس على الفئات الهشة التي ربما كانت أكثر الفئات يعني تأثرا وتضررا بالتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي سببها الوباء. ثلاث محاور أساسية: المحور الاقتصادي اللي يتضمن عملية دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والقطاع الخاص، والمحور الثاني أستاذ سعد، المحور الثاني هو المحور الاجتماعي اللي يتضمن يعني دعم الإمكانات في مجال الصحة والتعليم، وأيضا ملف النازحين وإنهاء هذا الملف بعودة الطوعية للنازحين، وأيضا دعم شبكة حماية الاجتماعية. طيب. والمحور الثالث هو المحور المكاني اللي يتضمن أيضا يعني دعم الخدمات البنى التحتية بشكل عام، ومعالجة الفجوات التنموية التي تواجه المحافظات بنحو عام. بهذه المحاور طبعا هناك سياسات، وكل محور وكل جزء من هذه المحاور هناك سياسات، هذه السياسات تنفذ من قبل الجهات ذات العلاقة، لأنه عادة وزارة التخطيط تضع الخطة وترسم السياسات فيما يقع التنفيذ على عاتق الجهات القطاعية المعنية بكل ملف من هذه الملفات. نعم. طيب أستاذ أبو زهران، نجدد الترحيب بك. ماذا بشأن موضوع عمالة الأطفال الذي قدرته وزارة التخطيط بنصف مليون طفل عامل في العراق؟ يعني هل تكفي هنا المناشدات والدراسات حول عمالة الأطفال، إذا ما علمنا أن عمالة الأطفال في كل دول العالم تعتبر من المحرمات، أليس كذلك؟ ماذا بشأن العراق؟ نعم بالتأكيد، يعني فيما يتعلق، أولا دعني أوضح المؤشرات أو الأرقام بشأن هذا الملف، ملف عمالة الأطفال. نحن نتحدث عن نسبة عمالة الأطفال في العراق بموجب آخر مسح نفذ قبل سنتين من الآن، كانت النسبة تقريبا 1.5% المعدل العام. هذا 1.5% طبعا هو يحتسب على أساس الفئة العمرية من 5 إلى 14 أو إلى 15 سنة، هؤلاء الأطفال الذين هم يعني يكونون يعني ممكن أن يعملون، وهذه النسبة هذه الشريحة هي تقريبا 26% من مجموع سكان العراق، يعني عددهم رقما يوصل إلى تقريبا 11 مليون طفل بهذه الشريحة العمرية. وبالتالي نتحدث عن نسبة 1.5% من هذه الفئة، من فئة 5 إلى 14 سنة، وبالتالي أعتقد هي لا تتجاوز يعني تتراوح من 250 ألف إلى 300 ألف طفل، هم الذين يعني ممكن أن يكونون عاملين في مختلف الأعمال يعني البسيطة والصعبة. ونعم أنا أتفق طبعا، عمالة الأطفال تعد يعني مؤشر سلبي، تنموي سلبي في المجتمعات إذا ما أصبحت نسبها يعني خارج المألوف.
ولكن رغم هذا طبعا هناك ايضا هناك جهود. طبعا بالتاكيد الدراسات وحدها لا تكفي لمعالجه مشكله سياسات، يجب ان تتحول الى سياسات. وبالتالي انا اقول انه هناك سياسات يعني تنمويه تستهدف الفئات الهشه وفي مقدمتهم الاطفال، لانهم يمثلون الشريحه الاكثر هشاشه والاكثر تاثرا باي ظرف ممكن ان يواجه البلاد. هذه السياسات يعني وفق خطه العراق للتنميه المستدامه تستهدف تحسين مستوى الحياه الطفل في الصحه وفي التعليم وفي الدخل وفي كل محور من هذه المحاور. ثم اكيد سياسات وتوجهات، ودائما اقول واكرر انه السياسات هي تنفذ من قبل الجهات المعنيه ذات العلاقه فيما يتعلق بشبكه الحمايه الاجتماعيه، فيما يتعلق بالتعليم والصحه والى ذلك وما الى ذلك. إذن المتحدث باسم وزاره التخطيط السيد عبد الزهر الهنداوي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وننتقل إليك سيد محمود، يعني نعتذر على الإطالة ونرحب بك ثانية. هل تكفي إذن الحلول والخطط التي تفضل بها سيد عبد الزهرة قبل قليل لمعالجة واقع الحال والنهوض والازدهار بالبلاد؟ وأسألك يعني كونك باحث في الإدارة الاستراتيجية. تحية طيبة لحضراتكم جميعا. هذا الملف مهم وحساس، ويبدو أنه ملف عالق منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، أي 18 عاما من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية التي أوصلت الشعب العراقي إلى أن يكون لديه أكثر من 10 مليون فقير، أي ما يقارب 25 إلى 26% من سكان الشعب العراقي. 10 مليون، ربع الشعب العراقي يعاني من الفقر في ظل اجتياح فيروس كورونا وبقية الأوبئة التي عصفت بأمال العراقيين بأن يعيشوا بكرامة بهذا البلد. عندما نتحدث عن بلد يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم ويعاني من الفقر والجهل ونقص في الخدمات وانقطاع الكهرباء بعد صرف أكثر من 41 مليار دولار منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة والعراقيون يعيشون في الظلام، كل هذه الخطط أدت إلى أن تقف الحكومة العراقية عاجزة وأن لا تعترف بفشلها طيلة السنوات السابقة. بالتالي الحكومة العراقية تحاول أن تلعن الحكومات التي سبقتها ولا تفكر بالدولة العراقية التي من المفترض أن تبني الشعب بالتعليم والخدمات والصحة وإنقاذ الشباب من البطالة. طيب أستاذ محمود، نجدد الترحيب بك، يعني ولكن يعني ما هي الحلول الناجعة والحقيقية للنهوض بواقع العراق؟ ويعني بدلا من الحلول التنظيرية، يعني ووزارة التخطيط تقول أنها تسعى إلى جعل نسبة الفقر في العراق صفرا في عام 2030، هل يمكن فعلا يعني العراق أن يصل إلى هذه النسبة في عام 2030؟ إذا قارنا ما بين نسبة الفقر منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، فنشهد في السنين أو السنوات الأربعة السابقة ارتفاع معدلات الفقر من 6.9 مليون إلى 10 مليون بيومنا هذا. بالتالي يبدو أن الحلول ليست بترقية، فالترقية يعني أن هناك محاولات للإصلاح ولكن لا وجود لأي حلول، وذلك لسببين. السبب الأول كما ذكرت وهو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية وهدر العراق لأكثر من 460 مليار دولار خلال 18 عام السابقة. والسبب الثاني هو هدر المال العام وسوء الإدارة وتهجير الكفاءات والخبراء. العراق يعاني من تهجير العقول والخبراء. منذ عام 2003 تم تهجير أكثر من 4500 خبير وعالم في مجال الاقتصاد والصحة والتخطيط وبناء استراتيجيات الدولة. إضافة لذلك، عندما لا يكون هناك قطاع خاص يحاول أن ينفذ مشاريع تنموية للشباب في قطاع التعليم والصحة والاستثمار، وعندما تكون هناك فصائل مسلحة على الأرض تطرد الاستثمارات الأجنبية من العراق، كل ذلك سيؤدي إلى أن يتراجع العراق وتزيد نسبة البطالة والفقر. بالتالي الحلول يجب أن يتم إيقاف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية،
جلب واستثمار طاقات علمية وفكرية ومختصة عراقية وطنية. طيب ماذا عن تفعيل دور المنظمات الإنسانية أيضا سيد محمود؟ يعني أنت تعلم بأن الشتاء قد يتحول إلى لعنة عند الفقير، يعني يمثل فصلا قاسيا عليه، قد يجره أحيانا أيضا يعني من دون مبالغة نحو الموت، فهل تكتفي المنظمات الإنسانية بالإعراب عن قلقها؟ هل تقوم بدورها في هذا الملف لمعالجة الفقر، البطالة، عمالة الأطفال وما إلى ذلك؟ نعم، يجب أن نتفق بأن مسؤولية حماية المواطنين العراقيين سواء في المخيمات أو الفقراء أو الذين يقبعون تحت خط الفقر في العشوائيات هي مسؤولية الدولة العراقية، لأنها هي التي تمتلك الموارد المالية والاقتصادية وهي تمتلك الخطط المستقبلية. أما المنظمات الإنسانية فهي مشكورة، المنظمات الإنسانية المحلية العراقية فهي مشكورة على جهودها التي تحاول أن تخفف قليلا من معاناة الشعب العراقي، فهي ليست بمستوى الدولة ولكنها تحاول أن تقلل من الأزمات، أن تقلل من المعاناة، ولكنها لا تستطيع أن تلغي هذا الفقر أو أن تحد من ظاهرة الفقر الموجود في المخيمات العراقية. قبل أيام شهدنا وفاة عائلتين في مخيم آشتي القابع في السليمانية، والآن هناك أطفال يتجمدون وهناك أطفال في 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 المخيمات هم مرضى ويعانون من فصل الشتاء البارد والمتجمد. بالتالي على الحكومة العراقية أن تكون صادقة، وعلى المنظمات الدولية الإنسانية والأممية أن تتنازل قليلا من رواتبها ومصاريفها الإدارية الانفجارية، وتحاول أن تصرف هذه الرواتب وهذه الأموال على مخيمات النازحين لانتشال النازحين في ظل هذه الظروف الصعبة الطارئة. الباحث في الإدارة الاستراتيجية سيد محمود النجار، شكرا جزيلا لك.